جال وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد أرنستو راميريز على رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأكد الوفد استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق فيما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني. وأفادت مصادر مالية دولية لصوت بيروت انترناشونال أن زيارة الوفد تأتي في إطار تعارف رئيس البعثة الجديد على الرؤساء، وأن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى، مشددة على أن صندوق النقد الدولي لن يودع قرشا واحدا في لبنان قبل إقرار قانون للكابيتال كنترول يراعي متطلباته، وبالتالي لا برنامج ولا خطة إنقاذ قبل هذا الإصلاح الأساسي. بلغ ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الأزمة ولغاية اليوم أرقاما غير مسبوقة، مع وصول معدل التضخم منذ كانون الأول 2019 إلى تشرين الأول 2021 إلى 519%، ومعدل التضخم الإجمالي للأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 2067%. هذه المعدلات مرجحة للارتفاع أكثر مع مواصلة سعر صرف الليرة الانهيار أمام الدولار، ومع استعداد الحكومة لإقرار الدولار الجمركي. للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. أستاذ بحصلي مساء الخير. مساء النور. يعني نحن من دون رفع الدولار الجمركي عم نشهد ارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة، قد ايه اليوم رح ترتفع الأسعار في حال رفع الدولار الجمركي على المواد الغذائية تحديدا؟ هو سترنا خلافا لما يعتقد أن المواد الغذائية لا تدفع الجمارك، هذا مش مزبوط. هو يطبق هالشيء على بعض الأصناف اللي هي السكر والرز والحبوب وبعض الأشياء، أما كل الأصناف الباقية فتدفع رسوم جمركية من 5 وقد تصل إلى 30 أو 35 أو 40% بأصناف أساسية. ما عم نحكي كماليات، عم نحكي أجبان وعم نحكي معلبات. وما تنسى كمان أنه حتى الأصناف المعفية من الجمارك إذا بتدفع TVA فهي خادمة للرسم النوعي 3%، اللي هو إذا ارتفع الدولار الجمركي بده يرتفع. وبالتالي رفع الدولار الجمركي إلى ما هو عليه، إلى ما يعني إلى المستوى اللي عم يحكوا بمنصة صيرفة أو بيقارب بسعر الصرف، سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بين 3 ل 40% حسب الصنف. وهون نحن بدي أكد على شغلة، نحن مش ضد أن الدولة اللبنانية ترجع تسترد مداخيلها يلي نقصت منها لحتى ترجع تستعيد العافية، لكن بالوقت الحاضر وخاصة نحن مقبلين على، يعني نحن بأزمة اقتصادية ومقبلين على فترة أعياد وفترة صرف وفترة هالأمور، وبالتالي نحن طلبنا من دولة رئيس الوزراء ومن الوزراء المعنيين عدم ادخال المواد الغذائية الأساسية في هذا المشروع، أو في حال أصروا عليه إنه يأجلوه لبعد رأس السنة أو يعطوه الدراسة الوافية قبل ما ينزل على السوق. حذرتم من حصول انكشاف غذائي يعني لشريحة كبيرة من المواطنين في حال رفع الدولار على المواد الغذائية، شو يعني قد ايه خطورة هذا الموضوع على الأمن الغذائي اليوم؟ يعني هلا بالوقت الحاضر المواطن اللبناني إذا بده يصرف على شيء عم يصرف على غذائه وعلى التدفئة، يعني على المحروقات بإمكان للتنقل أو للتدفئة، وعلى الادويه وعلى الطب، على الادويه وعلى العلم، ما بقى عنده رفاهيه ثانيه يعملها. هلا نحن بنعرف انه الادويه غليت، انرفع عنا الدعم، المحروقات انرفع عنا الدعم، اذا كمان بدنا نرفع الاسعار عن المواد الغذائيه فبنكون فعلا قيدنا المواطن اللبناني بكل مقومات عيشه، وبالتالي نحن طلبنا هالشيء، مش يعني رفضا باعاده هيكليه الدوله، لكن الدولة عليها يمكن فيها تروح لغير مصادر، ما تروح على جيبة المواطن، على كعب جيبة المواطن اللي هي أساساً فاضية مشان تاخذ ما تبقى من ما فضله. صحيح صحيح. نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.